ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد في مصر تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية. وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد سعادة وزير العمل أن مشاركة مملكة البحرين في المؤتمر تأتي في إطار حرص المملكة الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك والمساهمة في رسم السياسات العامة لمنظمة العمل العربية في تطوير أنظمة أسواق العمل وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في مجال خلق فرص العمل وتنمية الموارد البشرية، وذلك لما يشكله إدماج وتوظيف الشباب العربي من أهمية وأولوية تسهم في استقرار المجتمعات العربية وتنميتها. أشاد الوزير في السياق ذاته باهتمام المؤتمر لتطوير الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وانعكاس ذلك على تحسين بيئة العمل في الدول العربية، مؤكدا أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في توفير مقومات بيئة العمل اللائقة والمحفزة على الإنتاج ونمو وخلق المزيد من فرص العمل. بدأت فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 49 بالقاهرة بمشاركة واسعة من 21 دولة عربية وفي مقدمتها مملكة البحرين بوفد كبير على المستوى الحكومي بحضور وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان وسفيرة المملكة بمصر السيدة فوزية بنت عبد الله زينل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بمجموعة من أعضاء الغرفة يترأسهم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس الغرف العربية سمير ناس. وبعد افتتاح المؤتمر وإلقاء الكلمات من راعي المؤتمر مصر ومنظمة العمل العربية، بدأت المناقشات والجلسات لمناقشة تحديات الحاضر وآفاق المستقبل بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هناك عملية مزاولة المهن سيرتيفيكيشن، طالبنا احنا مع الحكومة وعندنا بايلوت سكيم الآن في ألمانيا مثلاً وكل الدول الصناعية في كوريا أو في اليابان أو حتى في أمريكا، الواحد اللي يبغى يشتغل نجار لازم يكون سيرتيفايد تيستد، يعني ومختبر، وتكون على مستوى شهادة لايسنس وطني حق كل بلد. مزاولة المهن، هذه مزاولة المهن مش موجودة ومش في الثقافة العربية في الدول العربية مش موجودة. النجار ممكن يصير نجار درجة أولى إلى ماستر إلى يكون يفتح شركته الخاصة. هذا يعطي دافع ومحفز حق العامل أنه يرتقي بنفسه. وتؤكد مملكة البحرين تعاونها مع المنظمات كلها وفي المقدمة منظمة العمل العربي ومنظمة العمل الدولية لتحقيق أهداف هذا المؤتمر والاستفادة من كافة التجارب لصالح المملكة والعمل العربي. مهم جدا دورنا ندمج بين الأطراف الثلاثة حق كل الدول العربية، ودائما الحمد لله احنا متفقين على كل الأمور، ونطلع من هالمنظمة وهالاجتماع وهالمؤتمر كل سنة ونرفع تقاريرنا للمنظمة الدولية وبآرائنا ومواقفنا ان احنا فعلا متضامنين في كل الأمور ونخدم بعضنا بعض ونخدم اقتصاد دولنا طبعا. وتأتي مشاركة مملكة البحرين بفعالية في جلسات مؤتمر العمل العربي بعرض تقارير عملية وأوراق تحدد آفاق المرحلة القادمة. عندنا جدول أعمال مهم كثير، عندنا قضايا كثيرة نهتم فيها لها دخل بالعمل في يعني أو تذليل العقبات اللي ما بين البلاد العربية في التجارة البينية، وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب الفني وكيف الاستفادة من بعضنا بحيث ان احنا يقل اعتمادنا على العمالة الأجنبية بحيث ان احنا نقدر نركز على تطوير العمالة الوطنية في البحرين. تتواصل المشاركة الفاعلة لمملكة البحرين في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة لوضع الرؤى المشتركة والموحدة والمواقف العربية. مع بدايات مؤتمر العمل العربي في دورته 49 تشارك مملكة البحرين بوفد رفيع المستوى على المستوى الحكومي وغرفة تجارة وصناعة البحرين لتوحيد الرؤى في العمل العربي المشترك. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة.